أكوان موازية وعوالم متعددة. من أكبر أسرار الفيزياء أننا ما زلنا لم نحقق فهماً جوهرياً بعد لما يحدث عندما تتفاعل أصغر الأشياء مع الأشياء الكبيرة، أي عندما تتقابل ميكانيكا الكم مع عالمنا العادي. ربما سمعت عن تجربة قطة شرودينجر، حيث يكون الجسيم في هذه الحالة القطة في حالة تراكب بين حالتي الحياة والموت في الوقت نفسه إلى أن يتفاعل مع العالم الخارجي. عادة يكون هذا التفاعل من خلال فوتون من الضوء نرسله لتقصي الأمر، ولكن يمكن أن يكون هذا الجسيم مجرد جسيم عشوائي لا علاقة لنا به. وعند التفاعل مع العالم الخارجي تشاهد القطة على أنها إما حية أو ميتة، ولكن ليس في كلتا الحالتين. المشكلة هي أن الفيزياء لا تستطيع تفسير كيف أن القطة أو الجسيم تنتقل من كونها مزيجا بين حالتين في وقت واحد إلى كونها في حالة منهما فقط، إلى جانب أننا لا نعرف كيف يتخذ هذا القرار. وتلك المشكلة لا تتعلق بالقطط فحسب، وإنما تلاحق كذلك كل تجربة في مجال ميكانيكا الكم شهيرة كانت أو مغمورة، بدءا من تجربة الشق المزدوج والانتقال الكمي عن بعد، ووصولا إلى تجربة شتيرن جيرلاخ واختبارات متباينات بيل. في كل حالة يمكننا التنبؤ بمدى احتمالية أن يكون الجسيم في حالة أو أخرى، لكن ليس لدينا أي فكرة عن كيفية وصوله إلى تلك الحالة فعليا. وهنا يأتي دور التصور المتعلق بالعوالم المتعددة في ميكانيكا الكم. يطرح هذا التصور في الأساس فكرة أن النظام الكمي لا يقرر فعليا، وإنما في كل نقطة تتفاعل فيها مادة كبيرة من الحياة اليومية مع النظام الكمي ينشق الخط الزمني للتاريخ، ويتحقق كل من الاحتمالين في أحد التفرعين المختلفين المتبادلين. فهي كمغامرة تختارها بنفسك، حيث تتحقق كل قصة محتملة. في هذا السيناريو نعتقد أن احتمالا واحدا فقط تحقق، لأننا عالقون في أحد التفرعات داخل نسخة من أنفسنا لا ترى إلا تحقق احتمال واحد. قد يبدو هذا الكلام مريبا، أعني أنه من الصعب اختبار حقيقة كون يخفي عنا طبيعته الحقيقية عن طريق عدم السماح لنا باختبار هذه الطبيعة أو رصدها. ولكن على أي حال، في التصور المتعلق بالعوالم المتعددة في ميكانيكا الكم يتنبأ بحدوث نقاط التفرع طوال الوقت وفي كل مكان. ففي أي وقت تقريبا تتفاعل فيه الجسيمات دون الذرية بعضها مع بعض أو مع أي شيء آخر في أي مكان في الكون، يكون ثمة نتائج محتملة متعددة. وهذا يعني الكثير من نقاط تفرع التاريخ، بل قد تكون التفرعات لا حصر لها. إذن هل فرضية العوالم المتعددة صحيحة؟ لا نعرف، فهي لم تختبر تجريبيا بعد. يوجد ما يدعمها في الرياضيات، ويوجد أيضا عدد من النماذج الرياضية التي لا تتطلب مثل هذه الصورة الكبيرة والمعقدة للغاية عن الكون. لكن لحسن الحظ فإن الفيزياء علم وليست قائمة على التكهنات، وفي نهاية المطاف سيأتي أحدهم، ربما يكون أنت، ويجري تجربة تساعدنا على كشف الحقيقة.